مشاهدي اوريزون تي في، انا ما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الرياضي زوم سبور. تحية لكم مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم دائما في جديد الأخبار الوطنية الرياضية الدولية على قناتكم أوريزون تي في. والبداية مشاهدينا الكرام باللائحة التي أعلن عنها المدرب إيرفي رونار لمواجهة منتخب مالاوي في المباراة التي ستجرى أطوارها بمركب محمد الخامس في 8 سبتمبر المقبل. واللائحة جاءت على الشكل التالي: اللاعب المحمدي، اللاعب بونو، التجناوتي، درار، داكوستا، سايس، ولاعب مندي، إضافة إلى سفيان أمرابط، حاكمي، نايف أكرد، الحجاب، أحمدي، أيت بن نصر، بوصوفة، بالهندة، فجر، حارث، نور الدين أمرابط، اللاعب زياش، اللاعب الكعبي، بوطيب، إضافة إلى اللاعب المزراوي وأنس نصيري عفوا، ثم بامو، واللاعب بن شرقي. والمفاجأة كانت غياب العميد مهدي بن عطية وعودة اللاعب بن شرقي. وبخصوص قراءة في لائحة إيرفي رونار، الزميل الصحفي هشام رامرامي يصرح لنا بهذا التصريح. بشكل عام نعتقد أن اللائحة ما خرجتش على الثوابت التي آمن بها رونار، وهي الثوابت التي اعتمد بها لك كأس العالم ولكن التقية أخيرا لشارك سيارته قبل المنتخب المغربي. طبيعة الحال فيمكن الملاحظات التي تدار هو أنه رونار كنعرفوا أنه الموقف ديالو من اللاعبين اللي كيمارسوا في الخارج، فدائما كان كيعتبر بأنهم لاعبين لا يصح تقول أنه لاعب في المنتخب، ولكن الثوابت بما أنه الثوابت ديالو الآن بدلوا فرق ومشاو البطولة الخارج، فهو كيستمر الاعتماد عليهم رغم أنهم مشاو واحد البطولة اللي ما كيآمنش بالمستوى ديالهم، ما كيآمنش باللاعبين اللي كيمارسوا فيها. تصدر الإشارة مشاهدي الكرام إلى أن المباراة تندرج ضمن الجولة الثانية من إقصائيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019. وفي خبر آخر، تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة إلى كأس أفريقيا القادمة الذي ستجرى أطواره بتنزانيا بعد تقدمه على المنتخب التونسي بهدف دون رد. وجاء تأهل المنتخب الوطني المغربي من خلال مشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 17 سنة التي اختتمت أطوارها بتونس، وكان المنتخب الوطني المغربي قد فاز بهدف الصفر في المباراة التي جمعته بالمنتخب التونسي يوم أمس والتي قادها الحكم المصري محمد أمين عمر. هدف المباراة سجله اللاعب أكرم النقاش في الدقيقة 20 من المباراة. يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي تمكن من التفوق كذلك على المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي، إضافة إلى المنتخب التونسي ليتصدر مجموعته تحت قيادة المدرب جمال السلامي. والآن ننتقل مشاهدي الكرام إلى دوري أبطال إفريقيا، حيث لازال فريق الوداد الرياضي يواصل تألقه في مجموعته إذ عاد بتعادل مهم أمن طوغو يوم أمس بصفر لمثله ليحصل بذلك على رصيد 12 نقطة. وجاء تعادل الوداد بصفر لمثله في المباراة التي أجريت أمس على عشب اصطناعي، مما أثر على مردود لاعبي الفريق الأحمر. كما عرفت تشكيلة الوداد عدة متغيرات بسبب العقوبات الانضباطية، حيث غاب من المباراة كل من الحارس الخروبي ولاعب أوناجم ولاعب الحداد، وحضر آخرون من بينهم فيصل حدادي وأعراب الذي غادر المباراة مصابا. ومن المحتمل أن يواجه فريق الوداد الرياضي في القرعة التي ستجرى يوم الاثنين القادم إما فريق الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري أو أغوستو الأوغندي. ودائما عن نفس المسابقة، فريق الدفاع الحسني الجديد يخلف الموعد ويتعادل مع مازيمبي بهدف لمثله. ومن جانبها الدفاع الحسني الجديد وكما كان متوقعا بعد عدم توفقه في المباريات داخل الميدان، كما أن قراءة المدرب طالب لم تكن في محلها، حيث كان متخوفا من الفريق المازيمبي أكثر من اللازم. وكذلك تشكيلة عبد الرحيم مؤخرا تطرح أكثر من علامة استفهام. ومن كاس من عصبة أبطال إفريقيا إلى كاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث يستعد فريق الرجاء الرياضي إلى المقابلة التي ستجرى في 8 مساء أمام أدوان ستارز الغاني، وعينه على نقاط المباراة وكذلك تعثر فريق فيتا كلوب من أجل صدارة مجموعته.
استعدادته فريق الرجاء الرياضي لهذه المباراة تعرف حضور جل العناصر القلعة الخضراء، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول استعدادات النسور نتابع هذا التقرير. أجرى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم حصة تدريبية تحت قيادة المدرب غاريدو استعدادا للمباراة القادمة أمام عدوان ستارز الغاني لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعن هذه المواجهة يتكلم اللاعب سفيان رحيمي. تابعنا واحد مقابلة لحاسمة إن شاء الله نوجدوا لها بجدية، إن شاء الله غنحسموا التأهل ديالنا، وخصوصا اللاعبين في الملعب ديالنا. الكل كيعرف ان مركب محمد الخامس اللي غيجي الجمهور بكثافه وغيساند الفريق، ان شاء الله غنحققوا الملتقى. الرجاء الرياضي الذي يحتاج نقطة واحدة يدخل هذه المباراة ومعنوياته مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية أمام شباب الريف الحسيمي لحساب الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم بسداسية نظيفة. مدرب الرجاء خوان كارلوس غاريدو يتكلم عن خط وسط الرجاء الرياضي والبدائل المحتملة، إضافة إلى غياب اللاعب مابيدي في الآونة الأخيرة عن فريق الرجاء الرياضي. Oui, il a commencé, si nous parlons de l'imam Mavidi, il a commencé la préparation avec retard, après il a commencé avec une blessure, et ça c'est le football. Il y a Salah et Ibrahima qui a pris la position, aussi l'option de Shakir. Maintenant le milieu terrain, il y a Salah et Ibrahima qui ont fait un travail excellent pour l'équipe, ils travaillent très bien, ils sont des joueurs très professionnels, ils jouent pour l'équipe, non jouent pour lui-même, ils jouent pour l'équipe, il a joué bien la position, joue bien le travail, la discipline et aussi la qualité technique. Je suis très content avec Salah et Ibrahima. Et après, comme tu viens de dire, il y a Shakir qui a perdu le dernier match pour une petite blessure. Il y a l'imam Abide, il y a Hassan, il y a Duik. Il y a une bonne concurrence. Et ce que nous devons procurer, c'est que cette joueur joue toujours à le maximum niveau. Et cette concurrence est positive pour l'équipe. تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني خلف فيتا كلوب بثماني نقاط، إذ بات يحتاج النسور نقطة واحدة من أجل التحليق إلى الدور الموالي. مع الأكل تزداد الشهية، هذا ما يقوله المثل المأثور، فهل بعد نتيجة الحسيمة ستحلق إلى الدور المقبل النسور؟ في نفس المسابقة فريق النهضة البركاني العائد بفوز من السودان وتأهل إلى الدور الموالي يواجه فريق الموزمبيقي مساء اليوم، وكذلك يريد نقاط إضافية لمواصلة المشوار. وبدوره فريق النهضة البركانية يستعد للمباراة التي ستقام في الساعة 8 مساء، أي نفس توقيت مباراة الرجاء الرياضي وأدوانا ستارز الغاني، بحيث يبحث من خلالها عن نقاط إضافية لمواصلة تألقه في المسابقة. وبخصوص البطولة الوطنية خاصة القسم الوطني الثاني، خطوة تحسب للمكتب المسير للمغرب الفاسي، قدم اعتذار لجمهوره بسبب ما حدث في المباراة الأولى لحساب الجولة الأولى من البطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني إثر ما عرفته جماهير المغرب الفاسي عن سوء تنظيم في هذه المواجهة. وتقدم المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي بجزيل الشكر والتقدير للجماهير المصوية التي حجت بأعداد غفيرة لدعم الفريق أمام اتحاد سيدي قاسم، كما اعتذر المكتب المسير للجمهور المغرب الفاسي عن سوء التنظيم. صراحة خطوة نبيلة وتحسب للمكتب المسير. تجدر الإشارة مشاهدي الكرام إلى أن المغرب الفاسي تمكن من الفوز على اتحاد القاسمي في أولى مبارياته بهدف دون رد. وفي خبر آخر، تمكن اللاعب وليد أزارو من تسجيل الهدف رقم 500 للفريق الأهلي المصري، وبذلك يواصل أزارو تألقه في الدوري المصري. ومن اللاعب أزارو إلى خبر آخر، دائما عن اللاعب الدولي عبد العزيز برادة الذي ينتقل إلى الدوري التركي، وبالضبط إلى أنطاليا سبور بعقد يمتد لمدة موسمين. ولأن مشاهدي الكرام وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة صورة اليوم.
صورة اليوم مشاهدي الكرام اخترنا لكم لفريق لكريستيانو رونالدو عفوا وفريق اليوفي اللي وضع الصورة ديال رونالدو سجل هدف مرمى اليوفي حينما كان في الريال واختير هذا الهدف كأحسن هدف لموسم 2017-2018 من طرف الويفا. نعم هو سيزو ديال رونالدو رائع جدا. هو الغريب في الامر انه لا يوفي دارته في الصفحه ديالها الرسميه يعني نشرات هذا ومع انه دابا راه ولا كيلعب في لا يوفي وهذا كتعتبر الروح الرياضيه ديال الفرق هنا فين كتلخص صراحه انا نكون انا ما نشرش الصوره على العموم. مشاهدي الكرام تعاليكم كالعادة مرحب بها في البرنامج وانتقاد شاهدكم كذلك مرحب بها. وصلنا إلى نقطة نهاية برنامج زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إلى اللقاء.